أهلا عزيزي المشاهد، في هذا الفيديو سنقوم بتعلم معا جمل وعبارات باللغة الإنجليزية. مرحبا بك في قناتنا، أنا سعيدة جدا بانضمامك إلينا في رحلة تعلم اللغة الإنجليزية. في هذه السلسلة سوف نبدأ من الأساسيات ونبني تدريجيا لغة قوية تمكنك من التواصل بثقة وفهم اللغة الإنجليزية. في هذا الفيديو سنقوم بالاستماع جيدا إلى عبارات باللغة الإنجليزية، وأنت عزيزي المشاهد ما عليك إلا أن تستمع جيدا وتحاول فهم الجمل والعبارات. فلذلك سنقوم بعرض لك جمل وعبارات باللغة العربية، ويتم إعطاء لك مهلة لتفكر في كيفية قول تلك الجملة أو تلك العبارة باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك ستحاول تكرار هذه الجمل معي. لأن هذا الدرس سيكون درس تفاعلي، لذلك ردد بصوت مرتفع، لأن هذا سيسهل عليك الحفظ، أيضا سيساعدك على نطق الكلمات بشكل صحيح. كل التوفيق لكم، وهيا لنبدأ عزيزي المشاهد، ولا تنسى الضغط على اللايك وتترك لنا كومنت أو تعليق، وتقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية. هيا فلنبدأ يا عزيزي المشاهد بأول مرحلة، والتي يجب عليك فيها أن تقرأ هذه الجمل باللغة العربية وتحاول كتابة لي كيف نقول هذه الجملة باللغة الإنجليزية في التعليقات. أول جملة معنا. السؤال الأول، كيف سأقول ما رأيك في عملك باللغة الإنجليزية؟ هيا فكر قليلا وركز واكتبها لي في التعليقات. نعم أحسنت، سأقول What do you think about your job? What do you think about your job? بمعنى ما رأيك في عملك؟ الجواب I like my job. I like my job. أكررها من جديد. I like my job. بمعنى أنا أحب عملي أو أحب عملي. نعيد الحوار من جديد. What do you think about your job? I like my job. بمعنى ما رأيك في عملك؟ الجواب أحب عملي. دورك الآن لقراءة هذه المحادثة عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. السؤال التالي، الآن كيف سأقول؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف سأقولها باللغة الإنجليزية؟ نعم سأقول How do you do? How do you do? بمعنى كيف حالك؟ الجواب I'm fine, thank you. What about you? I'm fine, thank you. What about you? بمعنى أنا بخير، شكرا لك، ماذا عنك؟ أنا بخير، شكرا لك، ماذا عنك؟ سنعيد الحوار من جديد. How do you do? الجواب I'm fine, thank you. What about you? دورك الآن عزيزي المشاهد أن تقرأ هذه المحادثة. نعم جيد جدا. السؤال التالي، كيف سأقول باللغة الإنجليزية كيف حالك؟ فكر قليلا، إنه سهل. كيف حالك؟ نعم سأقول
How are you? How are you? How are you? بمعنى كيف حالك؟ How are you? كيف حالك؟ الجواب I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. أعيدها من جديد. I'm fine, thanks. بمعنى أنا بخير، شكرا لك. أنا بخير، شكرا لك. سأعيد المحادثة عفوا من جديد. How are you? I'm fine, thanks. دورك الآن عزيزي المشاهد أن تقرأ هذه المحادثة. نعم جيد جدا. إذن سنعيد هذه الثلاث المحادثات التي درسناها في هذا الدرس. What do you think about your job? I like my job. What do you think about your job? I like my job. بمعنى ما رأيك في عملك؟ ما رأيك في عملك؟ أحب عملي. What do you think about your job? بمعنى ما رأيك في عملك؟ I like my job. أحب عملي. حان دورك الآن عزيزي المشاهد أن تقرأ هذه المحادثة. نعم جيد جدا. المحادثة الثانية عفوا. المحادثة الثانية. How do you do? How do you do? الجواب I'm fine, thank you. What about you? I'm fine, thank you. What about you? بمعنى كيف حالك؟ كيف حالك؟ الجواب أنا بخير، شكرا لك. ماذا عنك؟ كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. ماذا عنك؟ إذن سأقول How do you do؟ الجواب I'm fine, thank you. What about you؟ المحادثة الثالثة عزيزي المشاهد. How are you? How are you? الجواب I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks. بمعنى كيف حالك؟ كيف حالك؟ الجواب أنا بخير، شكرا لك. أنا بخير، شكرا لك. سنعيد هذه المحادثة. How are you? الجواب I'm fine, thanks. دورك الآن عزيزي المشاهد. وصلنا إلى آخر الفيديو. لا تنسى عزيزي المشاهد الضغط على لايك وتترك لنا كومنت أو تعليق وتقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية.